جدا سعيدة بتواجدي اليوم في ولاية وهران في إطار التحضير للمشهد الثقافي في الألعاب المتوسطية. طبيعة الحال التحضير جاري منذ فترة طويلة، واليوم جئنا لوضع اللمسات الأخيرة يعني، والبرنامج ثري وغني متعدد يعني، يشمل الجانب المهرجانات الثقافية الشعبية بمشاركة دولية معتبرة، أيضا فيه الجانب السينمائي الذي سيعرف عروض سينمائية لأفلام جزائرية طويلة وقصيرة وأيضا دولية، فيه أيضا الفنون التشكيلية التي لها حظها أيضا في هذا العرس الرياضي والثقافي في الوقت نفسه. إذا اليوم إن شاء الله سنلتقي بكل مدراء الثقافة في الولايات، في ولاية وهران والولايات المجاورة، لضبط آخر اللمسات على البرنامج. وطبيعة الحال تجدين اليوم مع السيد ولي ولاية وهران لقصر الثقافة هو شرف لنا، وأنا بالمناسبة أشكر كثيرا السيد ولي ولاية وهران، لأنه لولاه لما تمكننا يعني في هذا الوقت القصير أننا نقوم باستكمال الأعمال يعني وتجهيز هذا القصر الذي نعتبره قصر لكل الفنانين الوهرانيين والجزائريين أيضا بشكل عام. وشكرا.